ابو سعيد. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ ارحب. طيب. الله يعافيك. ما شاء الله. كيف حالك؟ الله يسلمك. عساك بخير. ما شاء الله. طيب. وانت ايش بك؟ جايبني من اصبح الله الخير، تعال وتعال عندي كلمة راس كلمة راس. ايش بك؟ والله اني ودي اقعد في العرضة مع الجماعة لكن ضامني شيء في قلبي، قلت ما في واحد انه فضفض له وانبسط معه الا انت. خلني اعرض مع الجماعة واستانس واعيد العيد فرحة. يا رجال قل لا اله الا الله. خليتني ما خربت علي شغلي. شيء فالله يعيدنا وانت وله من السالمين. امين. يا اللهم الشيء بي. ثاني حن في عيد. هي بالله. هيا 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 في ذمتك، عيني هبتها في ذمتك وبين يدي ربي سبحانه. ايوه من غير حلف الله يرضى عليك، ما احب الحلف الواجب. خلنا من الحلوف الكذاب. نعم. احنا صادقين. نعم. انا صادق. اي أيوة والله انا صادق. اصدق واحد من الجماعه. ما ها؟ اي. الله يحييكم من جديد. يعني كانت لقطات ذكرنا كذا في حلقات العيد، انا ودي اسمع صراحه رايكم مشاهدينا الكرام عن حلقات العيد اللي بثت سواء من برنامج وانتم بخير ولا من بقيه البرامج، لكن تحديدا عن برنامج وانتم بخير وهالثنائيه الدراميه اللي صنعت صراحه بين متعب وصالح. بندردش ايضا مع متعب، هو كان احد ابطال ونجوم هالبرنامج في خلال ايام العيد. مساك الله بالخير يا متعب. مرحبا يا مثل النور، حياك الله. الله يحييك، كل عام وانتم بخير مؤخرا، وشكرا لهالجهد اللي بذل خلال ايام عيد الاضحى المبارك. الله يعطيكم العافيه ويبيض وجيهكم. ما شاء الله تبارك الله، يعني الحس الدرامي اللي كان يمكن احد اهم الاشياء البارزه في حلقات وانتم بخير في العيد، كان فيها الصدى الجميل صراحه والتفاعل اللي شفناه من خلال هاشتاقات برنامج العيد. فالله يعطيكم العافيه. ودي اسمع اول شيء تعليقك على هالحلقات اللي بثت، ثم عن رده فعل الجمهور اللي انت شفتها يا متعب. اول شيء بالصحه وبسلامه وجميع جمهور المجد العريق هذا الجميل. والله شوف احنا السنة هذه كذا خلينا نحولها شوي جوها درامي، نغير من الطريقة اللي كنا نطلع فيها كل عيد. ايه. فصراحة يعني سوينا بشخصيتين الشيطان والامور هذه الحلوة، فكانت لها طابع جميل ولها بصمة حلوة ولها نكهة جميلة كذا، بالذات يوم دخلها معي الاستاذ صالح العمري ابو غيث ما قصر بعد، والله شات معي الله يسعد. وكيف شفت تفاعل الجمهور؟ والله ما شاء الله مثل ما شفت، والله انت تشوف الهاشتاج وتشوف التفاعل يعني جدا جميل. يعني اول مره اشوف ناس ينهزمون ويخسرون يطلعون من الـ من الـ من الـ الفازه ما يفوزون معانا ويضحكون مبسوطين. ليه سويناها بطريقه عفويه جميله فيها من الدراما حلوه، يعني يتقبل، يعني زي عرفت الاب الكبير في البيت او الشاب الكبير في البيت ان تكلم ولا عصب باسلوب جميل عفوي كوميدي يضحك الشخص ما ياخذها بحساسيه ولا بيزعل. صح. فكنا نشوف الجمهور كان يضحك ومبسوطين، يطلع من السحب وينبسط، يعني ما هو فايز خسران الولد لكن مبسوط، الطريقه كانت عفويه وحلوه. يعني يعني غير ايضا تفاعل الجمهور واندماجهم ايضا، رغم انه يعني دائما صراحه في تحدي يصير انه البرامج القصيره مثل البرامج الموسميه سواء كانت رمضان مثلا او العيد او الحج او وات ايفر، يعني اي برامج كانت متعلقه بوقت زمني محدد يكون هناك صراحة صعوبة يجدها فريق البرنامج أنه يخلي من الجمهور فيه نسبة كبيرة من الاندماج مع هالبرنامج لأنه وقت قصير. لكن ما شاء الله تبارك الله أشوف الهاشتاج واضح أنه كان البرنامج قديم أو كأن البرنامج أو الثنائية ذي معروفة من زمان ومن فترة، طريقة الاندماج والتفاعل كانت جدا عالية. فهذا صراحة يعني حتى يعني خليني أقول لك أنه في مطالبات جالس أشوفها في الهاشتاج نعتمد الثنائية هذه في يعني الدراما البسيطة والدراما البرامجية بشكل متكرر. ودي أسمع تعليقك عن ثنائيتك أنت وأبو سعد. أمانة لله أنا وأبو أبو أبو علي أنا أبو سعيد أستاذ أبو غيث أستاذ صالح، الفكرة من الشخصيتين ما طلعت إلا قبل البرنامج بيوم بيومين، يعني مو من مدة طويلة يعني. إيه. فقالوا إيش رأيكم نلعبها بالدراما، نلعب بشخصيات شيبان والأمور هذه. أنا كنت متردد أمانة لله لأني قلت خلنا نطلع بشخصيات، بس شفت الجو كنا نطلع بخط ثاني درامي حلو جميل عفوي عيد فرحة وناس وضحك، لابد الناس تضحك معنا. فطلعت صراحة بشخصية حلوة وأنا صدمني صراحة، يعني أبو غيث اللي هو أبو علي صالح في اندماج ودخل معاي صراحة شوت معاي وشوت معاه، يعني فصراحة يعني كان جو حلو صراحة. بس إحنا يكون في العلم إحنا ما استعدينا استعداد كامل. ليش؟ الحمد لله يعني عندنا جمهور قوي، عندنا منتجين قوية، عندنا شباب الإنتاج، عندنا المخرجين،
صراحة ما قصروا معنا، ولا كان الإعداد ما كان جدا قوي، لأن إحنا جات سريعة كذا مفاجأة. أنت قصدك البرنامج يعني ما كان، يعني ما كان بهالطريقة هذه؟ لا كفكرة الشيبان، كفكرة الدراما. كفكرة كفكرة الدراما في البرنامج. الحمد لله نجحت ونجحت يعني. اي واضح. لكن احيانا ترى هل يمكن احيانا، انا اعرف انه دائما كل فريق برنامج يحاول، خاصه في البرامج هذه كوانتم بخير مثلا، موجود كل سنه، موجود كل عيد، وعارفين انه كل عيد بيطلع وانتم بخير، لكن التحدي انك كيف تطلع بشكل جديد يخلي الناس ما تمل، يخلي الناس فعلا تتحمس للتفاعل مع هذا البرنامج، يخلي الناس فعلا تذكر هالنسخه من البرنامج بشكل ما ينسى ويبقى في الذاكره والى اخره. وانتم صراحه كنتوا قد التحدي، النكهة الدرامية والثنائية صراحة الجميلة. بسألك عن سالفة الشيبان أو كذا. نعم. أي مين اللي قررها هذه؟ والله هو شيخ صالح، هو اللي هو كذاك أستاذ نور، يعني أبو عمر نور الدين، فهم اللي قرروها، وكذاك أبو عبد الرحمن مخرج أشرف حمادة، هم اللي قرروها. أنا الوحيد كنت معارض صراحة، قلت إن كل ما إني أدي هالشخصية دور عم سهيمان، عم سهيمان دور كبير، فقلت خلني أطلع شخصية ثانية. بس شفت شباب ملزمين، فقلت يلا بسم الله توكلنا على الله، معكم ما راح أقول لكم لا. ففعلا يوم أديناها، وبالذات يعني جاك أبو علي اللي هو أبو غيث الأستاذ صالح، صراحة شات معي، شات شوته قوي يعني، وهو بعد الله سبحانه هو اللي رفع البرنامج معي، الحمد لله طلعنا شيء يليق الجمهور ويليق للقناة يعني بشكل عام. تستاهلون والله. أنا بستعرض معاك بعض التغريدات اللي كانت من هاشتاغ وأنتم بخير، ونسمع تعليق إذا كان عندك تعليق منها. طبعا. نأخذها بشكل سريع. طيب الأولى كانت تقول الشيبان الله يحسن خاتمتكم لا تنسوني، كانت في الحلقة الرابعة تقريبا وأنتم بخير. التغريدة اللي بعدها أيضا كانت تتكلم عن أعطونا إياها في ختام حلقات العيد، الله يسعدكم يا رب، فرحتونا وأسعدتونا كثير والله، جعل بموازين حسناتكم، نلتقي إن شاء الله بالأعياد الجاية وتفوز وبس والله. يعني مثل هالطلبات، أو أنه فعلا هالشيء اللي أنا كنت أتكلم عنه قبل شوي، أنه تحمس الجمهور أنه يقول لا نبغاكم إن شاء الله العيد الجاي، نشوفكم الموسم الجاي. هذا هو التحدي صراحة الأصعب في كل برنامج. هنا أيضا ريم تقول شكرا والله يكتب أجركم وجزاكم خير على جهودكم المميزة، وأهم شيء أني فزت، شكلها فازت في أحد الحلقات، الحمد لله. بقي تغريدة، أعطونا التغريدة الأخيرة. التغريدة الأخيرة أيضا تقول عادي، أهم شيء الأخلاق وشرف المشاركة، ويعطيكم العافية على فكرتكم الشاطحة الرهيبة، واللقاء العيد الجاي يا الشيبان. لاحظت أنه يمكن كذا أغلب التغريدات اللي عرضت كلها تتفق على أنه نلقاكم إن شاء الله العيد الجاي، أو أنه يعني ما زال في كذا كمستري يعني مرتبط صار مع الجمهور، أن ننتظركم إن شاء الله العيد القادم، ونشوف هالثنائية هذه من جديد، أو فكرة البرنامج اللي أضيفت خلال هالموسم خلال الحلقات القادمة أو الأعياد القادمة إن شاء الله. ودي أسمع تعليقك قبل النهاية. نعم، هو إن شاء الله بدنا نطلع، نقول إن شاء الله بدنا نطلع قبل العيد بشخصية الشيبان أنا وأبو علي في العيد أو قبل العيد، ما عندنا مشكلة في مثل هذه، إن شاء الله نطلع فيها برنامج ثاني آخر يكون جميل وعفوي. إحنا حققنا في آخر آخر حلقة اللي هو يوم الرابع حوالي دخلنا السحب فوق أتوقع 100 شخص. الاتصالات أخذنا أكثر من 50 شخص كاتصال، والهاشتاج الوسب أخذنا فوق 50. فكان يعني وعندنا مدة البرنامج قليلة، يعني ساعة حتى ما تسويها، ما عندك وقت الكافي اللي تأخذ راحتك في الاتصالات أو كالسحوبات. فالجمهور ما قصر معنا، كان جدا متعاون، وبإذن الله إحنا في خدمتكم وخدمة كذلك يعني القناة ما قصرت معنا، يعني فيها كوكبة جميلة من الإعلاميين من النجوم من الطراز القديم صراحة، وأنا كان لي الشرف أن أكون معهم، وإني مستمر معهم، لازلت مستمر معهم، فهذا كان لي الشرف الله يحفظك. أكيد يا متعب، وإحنا دائما يعني متعودين صراحة بإبداعاتك، والشخصية هذه يمكن مو جديدة عليك يا متعب، يعني إحنا شفناها من أيام العم سهيمان صراحة أو غيره، من الشخصيات اللي فعلا بتتقن دورها. فكل الشكر والتقدير لك ولصالح ولفريق البرنامج، كل الفريق اللي اشتغلوا في برامج العيد، يعطيكم العافيه. هل من شيء تبغى توضحه او تقوله في النهايه؟ تحياتي، الله يحفظك، وانا لي الشرف بالمداخله معك يا استاذ خالد، وانتم ما قصرتوا صراحه، لكم العافيه. الله يسعدك، هذا واجبنا، ونقدم لكم الشكر على هالجهد اللي بذلتوه خلال ايام عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله ان احنا باذن الله نلقاكم ان شاء الله في ثنائيه، في سواء برنامج في العيد ولا قبل الاعياد ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا متعب، يعطيك العافيه، شكرا.